صباح الخير، صباح النور والفل والياسمين عليكم. واحد العجز يا البنات، ما قدرتش نوض. شوفوا بوغتو نزوج قبل ما يخرج من الشومبرا، افتحها لي بالعاني باش الضو يدخل لي ونوض هكاك. والله ما نط غير تقول اهل الكهف. المهم دوك نوض ان شاء الله، نشوف واش ندير بشويه بشويه. نقول لكم نتلاقاو من بعد. جمعة مباركة البنات، جمعة مباركة يا حلوين ويا حلوات. إن شاء الله يلقاكم هذا الفلوغ بصحة جيدة يا رب. وقبل ما نبداو نصلي ونسلم كامل على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وندعي المرضانا بالشفاء والموتانا بالرحمة والإخواننا في فلسطين بالنصر يا رب العالمين. فلوغنا لنهار الجمعة فيه يعني شوية أفكار خرجة كالعادة، كما عودتكم كريمة ديما أدير لكم هذاك التغيير في المزاج وفي النفسية وفي كلش. هنا البنات بعد ما كملت فطوري الجمعاوي اللي تعرفوه دايما ديروا يعني طابلة الله الله هكا، باش ومن بعد إلا فطرنا كان بها، إلا ما فطرناش نكونوا شبعانين. وهنا جيت الحوايج كانوا عندي ما شاء الله. هنا البنات حبيت نوري لكم يعني هادو لي بوكس اللي يدخلوا لا ماشينا لافي، اللي ديروا فيهم ملابس داخليه باش ما يفسدوا لكم، شو ديروا فيها الجوارب اعزكم الله باش ما يتبحروا لكمش كي تكونوا تجبدوا في الحوايج، يتسمى تلقاوهم ديريكتومون. هاي لينيا البنات انا راني معتمدتهم، ندير فيهم سورتو الجوارب تاع الزوج هكا اشاك فان نجبدهم، يعني نلقاهم ديريكتومون بلا ما نبدا نحوس كي نولي ننشر. اضافه الى انه درت هذاك اللانجات الممتصه اللي يعني اللي تسيباري الالوان، خاطر درت لافاج ميكس يتسمى خليط، عندي خليط من الملابس الملونة، دونك ندير لهم اللنجات الخاصين بالملابس الملونة. وكما سبقت وشاركت معكم كاين خاصة بالملابس البيضاء وكاين خاصة بالملابس السوداء عفوا، راهم كامل يعني عندي. إضافة إلى نزيد شوية هكا من المعطر تاع لونوغ. هذه هي البنات الشغل تاع الجمعة ديما، شوفوا قد ما تجروا أمور الشغل بالجمعة الوقت قصير سبحان الله. بصح ديما ما ننساوش يعني أنه عيد المسلمين، فنبروفيتيو ماكسيموم من الطهارة، ما ننساوش يعني قراءة سورة الكهف الدعاء. المهم الجمعة راهو عندنا يعني شوية خاص، قلت لكم لأنه عيد المسلمين. ما تنسيش سيداتي تبخري الزوج ديالك ولا أولادك ولا أختي، تبخري باباك وخوك سيرتو على صلاة الجمعة. يعني بزاف هكا عفايس وطقوس نديروهم حنا المسلمين بالجمعة، لأنه عندنا راهو عيد كما سبق وقلت لكم. وكما شفتوا البنات هنايا درت لافاج تاعي ميكس، وزدت لهم هذوك الحبيبات المعطرة دايما تاع لونوغ فوالا، كنت عمرت الباطا هذيك ولا هذاك البوكال الزجاجي باسكو نديرو تما. وهنايا كنت نوري لكم بلي قعدوا لي الحوايج البيوضة، كي نكمل من الحوايج الاولين رايحه ندير دوزيام فياج ولا الفاغا دوزيام تاع الحوايج. قلت لكم بالجمعة يعني ما كاش قعد وما كاش راحه، مع العلم انه سبحان الله في لي جوغ سيمان ديما نغسل، يعني ما نحبش انا الحوايج يتراكموا عليا، خاصه اعزكم الله ما نحبهمش يريحوا. دونك دائما نسيه يعني ندير لافاج، وكي يكونوا عندي حوايج شويه نسيه ندير معاهم حاجه واحده اخرى تكون زعما مسحقات تغسل ولا هذه هي. لازم هكا كما نقولوا نتحايلوا مع الشغل باش هكا نلقاو روحتنا ارواحنا عفوا وننظموا حالتنا. البنات بعد ما كملت الشغل ديالي درت بوز بقهوه هكا من كرابس الله الله، قهوه تاع الحب تاع الحفصي، واش نقول لكم تقعد الراس تقعد الراس تاع الصح. ومن بعد كيما راكم تشوفوا هنايا البنات مر الظهر كان قال لي الزوج نروحوا يعني نضربوا هكا دويره في تمن فوست، رانا ولينا مدمنين عليها هاد البلاصه. وتاني قال لي نفطروا تما نقعدوا هكا شويه وقت من بعد مع العصر هكايا نولوا للدار
وندير شويه قضيان نورمالمون ان شاء الله. قلت لكم البنات ديما انا ما عنديش وقت وما عنديش يعني برنامج محدد في القضيان. هنا البنات لحقنا لتامن فوست، حنا حبينا نبدلو مطعم، رحنا لروزا مارينا. دونك هنا كما راكو تشوفوا في تامن فوست ديتكم اللونغوستينا وديتكم الموست وديتكم اليوم لروزا مارينا. كل عادة روزا مارينا البنات هذا ناكل فيه بزاف انا والزوج، مي شوفوا تال ما كنتش نصوره بالك ولا صورته، ما كنتش نركز على الاسم تاع المطعم حتى دوكا كي دخلنا باش شفناه دار يعني واحد الديكور باسم المطعم. دوك تشوفوه معايا باش عرفت باللي اسمه روزا مارينا، راهو جاي في تامن فوست البنات. تامن فوست بور هاوليك ريستوران روزا مارينا، هادي راهي زادها للداخل باسكو عندنا بزاف يعني ما جيناش لعندو. لافونتاج ولا الميزه تاع هذا المطعم انه جاي على واجهه البحر تاني. وكانت واحد الشميسه وواحد السخانه يا البنات، والناس كما راكم تشوفوا كانوا يعوموا. نعم كانوا يعوموا والناس ما شاء الله. حنا ومن بعد بعد الفطور حبطنا هكا شويه كسلنا رجولاتنا، شمخت رجليا في الماء ما شاء الله. شوفوا اجواء هايله، تاكلوا يعني الاكلات البحريه وزيدوا تستمتعوا بهذا النظره. قلت لكم يا البنات هنا الناس كانوا دايرين لي طونط ولي جان ودراري كانوا يعوموا تلمو كانت سخانه. وشوفوا الصور راهي تعبر الشمس كيفاش كانت تضرب في البحر. المهم الله المستعان يا البنات. شوفوا لي البنات جمال الصاك بالبوطه يهبل، هذا من اغلى السيكان اللي عندي نموت عليه. وهنايا خرجت معايا الريح ولا ريحه الحوت من بعد وخلصت لي دوكايا راني يعني نخمم كيفاش نشريها ب 22. الله وكما شفتوا البنات كنا بدينا الفطور تاعنا ب سوب دو بواسون ولا اروع البنات ما شاء الله بنينه بنينه. وكل عاده دوموندينا دو بلا تاع الكروفيت سومي رويال، ماشي يعني رويال رويال وماشي هذيك الضعيفه. دونك دوموندينا في الوسط نورمالمون ارطل بيناتنا، دونك 200 بلوتو قريب يعني 300 غرام. راكو تعرفوا هنا في الاكلات البحريه يوزنوا لكم خاطر تعرفوا يعني غلاء يعني توسكي حوت وكلش وسرتو الكروفات. دونك غير تدخلوا تديروا ميزان يتسمى واش حبيتو كامل يرفدوا لكم، تحبوا ديروا ميلونج ولا يوزنوا لكم شحال من غرام ولا كنتوا عائله كبيره ولا ديروا بالكيلو. دونك هذه هي البنات كروفات فلاصوص ماشي ديكورتيكي يعني بالقشور ديالها. ومن بعد مع الاخر كملناها مع ديك العصره كما نقولوا تاع القارص هذاك اللي حطوه لكم داخل الماء باش ينحي لكم الريحه تاع الزفره وتاع ريحه الاسماك كامل. وبالنسبه للسعر كنا خلصنا يا البنات حوالي 650 ألف، خاطر قلت لكم الكروفات ماشي رويال. ومن بعد هنا البنات ولينا للدار ومع العشيه كامل كانت تاني خاصتني خريجه. دونك رحنا للكارفور تاع المحمديه، بالنسبه لواحد الاخت كانت قالت لي كارفور مقاطعه. دونك نقول لك يا اختي انايا ماشي حتى واحد يقاطع باش فوالا انا نقاطع. وان بليس دو سا كارفور راهو في بلادي وراهو كيما نقولوا يبيع منتوجات كثره تاع بلادي. دونك ربي يهديك هذا ما كان.
بدينا هالبنات حنايا عند رحنا لسيزار اسطنبول، تشهيت الكنافه مع كابوتشينو. على بالي بلي الكنافه تنتكل مع لاتاي، بصح انا ما نشربش لاتاي، دونك درتها مع الكابوتشينو. والزوج خدا بقلاوه مع كافي نوا ولا قهوه كحله. هذه هي البنات، انا القناه يعني راهي متنوعه، ما نحبش نكون يعني قناه يعني كما القنوات الاخرى، مع كل احترامي ليهم دروتينات وطبخ كلش، الناس كاع راهي والفت هذا النوع من الروتينات والقنوات. انا نحب ديما نبدل كما قلت لكم وننوع، خاصة الخرجات والهدايا وهذه، أنا نحسهم شغل يطلعوا المورال للبنات والنساء. المهم هذا هو أنا الهدف تاعي كما قلت لكم ديما من القناة، إن شاء الله تكونوا ديما تستفادوا منها وتديوا أفكار وعلى شلالة ونتبادلوا الأفكار بيناتنا. وتاني قلت لكم نحب ديما نحفزكم من خلال الخرجات، ويعني تدابير بالك، أفكار، ديكورات، المهم تستفادوا. هذا هو المهم والأهم بالنسبة لأي وحدة حبت تحل قناة. هذه هي ومن بعد هنا البنات مع الليل كامل كنت درت غير حاجة خفيفة، درت هكا يعني ميلونج تاع الزيسكالوب، قليتهم مع شويه زيتون، بيض مغلي، يعني وجبه تقدروا تقولوا كامله جدا جدا. المهم هذه هي، كنت غير انا اللي يعني تعشيت، دونك درت هذا البلا كما راكم تشوفوا. هذه هي. وهنا البنات نقول لكم نوصلوا لنهايه الفلوغ تاعنا، نتمنى يكون نال على اعجابكم، نتلاقاو في فلوغ اخر بحول الله من هذاك الوقت. تهلاو في رواحكم.